السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في الحلقة الثانية من سلسلة تحديات المشتركين. تحدي اليوم برعاية أخونا راكان أم جي. راكان أم جي قال يسوي تحدي من غير ما تستعمل رشاش، الرشاش اللي هو M4 سكار AK أو M16، هذا الأربع رشاشات اللي حاليا تحضرني. يعني طول العمر يمدينا نستخدم بستل، يمدينا نستخدم SMG، سنايبرات، شداغن، وبرضه يمدينا نستخدم قلاية البيض. قبل بداية المقطع لا تنسى تحط اللايك وتكتب لي في الكومنت وش التحدي الجاي ودك يكون في المقطع الجاي. يعني هذا كل شيء وبسم الله. What؟ في البيت اللي انا طبيت فيه؟ Are you kidding me؟ First kill. Cause where my house? Where's my house? No. Where's my house? I go. Where's my house? I go. Eagle. I go. Eagle. Oh. Don't touch. Don't touch. Excuse me. Don't touch. عطني شدقن. عطني شداقن. أبي شداقن. أبي شداقن. عطني شدقن حقي. تحدي شداقن. ما اقدر العب رشاش للاسف. ابلشنا راكان. راكان جاب لنا تحدي يا ولد، ما تدري وش يبي. في واحد طريق من هنا الجهة هذه. ايوه شايفك بعيد بعيد، بس في واحد اقرب. يوم بي عادي صح؟ شداقن. كان سمعت الطب والله اعلم. انا طفشت. Look at this dude. Wait till you see the No. راحت عليك. 1-0. طيب تحدي من غير رشاشات. ذكر نفسك يا وانتد، ذكر نفسك. يوم بي سكوب 4 عليه. اوكي البيوت اللي بعد الشارع فيه فلير جن قريب. تحدي شداقن. تحدي شداقن. ألحس مخي ما دريت من وين. عاد باقي واحد. أنا إيش جابني بوشينكي؟ حلو. فيها اللهم صل على محمد إيش اسمه البقي. فيه بقي وفيه درب. يا رب سنايبر ارزقني سنايبر يا رب. ياهو شوف وين رماه. يلا على بابك يا كريم سنايبر يا رب ما احد يخاشرني فيه. ما معي غير يوم بي. تكفون يا شباب تكفون، خلونا نكمل التحدي على خير. وين الدرب؟ ياهو
الله لا يعمينا. سنايبر، في سنايبر. استخدم تكفى يا اخوي. اوه شفته، في واحد ما ادري هو ولا واحد ثاني هذا. ران لا 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 لا. أحا. وش فيه الدروب؟ وش فيه الدروب يا شيخ؟ ما فيه سنايبر. افقع يا اخي افقع. حشرت نفسي في مكان. ايوه مني 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 مني. في دروب ثاني هناك طاح. في دروب ثالث. يا ولد يا ولد. السنايبر ما زال هنا، شكله فوق. ياهو ياهو. الشعب متحلف لي ولا كيف؟ انا خايف من السنايبر والله. هذاك شكله يلعب سكوب 6. اوكي عطنا الريد بول. في سنايبر هناك مع كاتم اذا ما خاب ظني. ام او ام 24 لازم نحدد مكانه. يا شفته 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 شفته. يا رب ما يكون هاك، يا رب ما يكون هاك، يا رب ما يكون هاك، يا رب ما يكون هاك. قتلته والله، قتلته والله. يوه اوف اوف. نخربها والله. ما هو بعيد كثير، باقي 8 اشخاص. انا ما اعرف اوجه لهذاك اخذ السنايبر حقه ولا اوجه للدروب. انا ودي بس الزون هذا يخلص والريد زون يخلص عشان نعرف وين نروح. الزون تحدد هنا. اوه المكان هذا وسخ، المكان هذا وسخ. باقي 6 اشخاص. ياهوه باقي 6 اشخاص. يا رب جيم جيمنا باذن الله. وفي دروب ثاني في نفس المكان. ياهوه ليه ما طلع فوق البيت؟ اربع اشخاص ما اعرف مكان ولا واحد. ايوه شايفني شايفني. هذا يرمي علي من الصبح، شكله مشغل هاك والصور اللي قدامي ما هو بشايفه. اي شفته 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 شفته. ما يوصل. طيرناه حلوين. باقي 2. شيت يزون تقريبا مع سنايبر مع الكار صح. والله ما ادري. باقي 16 ثانية. خلنا نشرب نعبي فول بوست. ما في وقت، ما في وقت اخذ من عنده اغراض ما احتاج منه اغراض صراحة. يلا 10 كلات باقي 2.
نوصل 10 كلات او 11 كل. يا ولد يا هو وش فيه سريع ذا؟ لا 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 مشكلة باقي اثنين. يا رب يا رب سلم 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 يا رب سلم. واه لا 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 الرمية من الاتجاه هذا. يا رب سلم 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 يا رب سلم. قتله والله بس وينه؟ باقي واحد باقي واحد. ربي يسلمك عشان تفوز. يلا يصير لي نفس الجيم الماضي. شيت سنايبر تكفى. قل لي معي سموك معي سموك. يا اخي ما انا بشايف وينه. وينك يا زق وينك يا جماعة؟ والله ما انا بشايفه من البيت صح. لا ترمي لي نيد لا ترمي لي نيد. ايه شفته شفته شفته. اثر ميلينيد. ربي يسلمك مرتين من الزون. جيم جيمك. ليه كذا يا راكان؟ ليه كذا يا راكان؟ أردها في راكان ما له دخل. أعتذر أني ما جبت المركز الأول صراحة، ترتحت وارتبشت مع الزون. اكتبوا لي في الكومنت وش ودكم تشوفون التحدي الجاي، ولا تنسون اللايك والاشتراك إذا ما كنت مشترك، ونشوفكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.